أسرار الملك، نسر الصعيد، الكابتن أحمد عبد الباقي، المدافع صاحب الرأس الذهبية اللي تميز بالرجولة الشديدة في الأداء، الغيرة الجديدة الكبيرة في الملعب، ثم أيضا ضربات الرأس المؤثرة. نشوف هذا التقرير. أحمد عبد الباقي أبو جليجة من مواليد محافظة المنيا مركز أبو قرقاص في الأول من فبراير عام 1952، مارس كرة القدم ككل أبناء بلدته في الشوارع والميادين، وأطلق عليه الخبراء أبو غيدة الصعيد تشبها بمدافع الأهلي القوي وقتها فؤاد أبو غيدة، قبل أن يلعب في نادي ناصر الرياضي بالفكرية وعمره 14 سنة. وفي احتفالات المحافظة بالعيد القومي لعب في عام 1971 وأدى مباراة قوية، بعدها فوجئ بعبد البقال وفتح نصير يسألانه عن ظروف دراسته، ثم طلبا منه الحضور إلى القاهرة للعب في الأهلي. وفي فبراير عام 1971 حضر إلى النادي الأهلي، إلا أن الكابتن الوحش طلب منه العودة بعد 15 يوما قبل أن يطلب منه أحمد ماهر التوقيع لنادي الطيران، إلا أنه بكى وأخبره بأنه يريد اللعب في الأهلي فقط، ثم ذهب لمدة 45 يوما للتدريب في صفوف الزمالك، إلا أنه لم يوقع للزمالك. وفي يوم من الأيام طلب منه أحد أقاربه الذهاب إلى قائد الكلية الفنية العسكرية العقيد أسعد القاضي عضو الأهلي ليوضح له رغبته في اللعب للأهلي، وبدوره اتصل بالكابتن صالح سليم ونزل للملعب، وبعد 5 دقائق وقع للنادي الأهلي في مارس عام 1971 ليحتل مكانة أساسية في فريق تحت 21 عام، قبل أن تلمحه عيون المجري هيدي كوتي الذي قرر تصعيده للفريق الأول، وقام بتغيير مركز عبد الباقي من قلب دفاع إلى ظهير أيمن ليستفيد من قدراته البدنية وسرعته الكبيرة في بناء الهجمات، ليطلق عليه الخبراء ذو الرأس الذهبية لأنه كان يسجل الكثير من الأهداف برأسه. ولم ينتظر طويلا ليعلق الشارة الدولية، فقد تم اختياره ضمن عناصر المنتخب ليسهم مع الأهلي ومنتخب مصر في الحصول على العديد من البطولات. ومن أبرز مباريات أحمد عبد الباقي مع الأهلي كانت أمام بروسيا مونشنغلاباخ الألماني، حيث مارس هوايته ليسجل هدفا من ضربة رأس كان سببا في تعادل الأهلي مع أحد أقوى الفرق الأوروبية وقتها 2-2. وبعد فترة قرر أحمد عبد الباقي ترك الملاعب الخضراء وهو في قمة مستواه الفني، ليتخذ القرار الصعب بالاعتزال في عام 81 ليترك ذكرى طيبة في أذهان الجماهير. وبعد الاعتزال امتهن التدريب لفترة في دولة الإمارات، ثم استقر في قطاع الناشئين بالأهلي ليقدم لبيته العديد من النجوم المميزة. هكذا أحمد عبد الباقي الرجل الأصيل والنبتة الثرية الغنية العفية التي يندر وجودها في تلك الأيام. الكابتن أحمد الحقيقة كان يمتاز باللياقة العالية جدا، وطبعا تميزه الشديد جدا، وهو فعلا لما شبهوه بالكابتن فؤاد أبو غيدة، أبو غيدة ده كان يقفز أعلى من أي من فوق العرض ويلعب بالكرة بضربات الرأس، رحمة الله على الكابتن فؤاد أبو غيدة. لكن الكابتن أحمد كان جاي لنا سردباك، وليه وقعة طريفة معاه. أنا ماشي جاي من المنيا سردباك، فتحت السن، فهدو كوتي بقى اختاروه وصعدوا للفريق الأول، وبعدين انا ماشي لقيته يا كابتن عدلي وبيعيط. قلت له في ايه يا كابتن احمد؟ اتخضيت. قال لي هيبطلوني كوره يا كابتن عدلي. قلت له ايه بطلك لي كوره؟ قال لي هيلعبوني باك رايت وانا راجل سيرد باك. قلت له يا اخي ليه؟ قال لي الهدوكوتي عايز ينقلني. قلت له هو نقلك المكان اللي تقدر تلعب فيه بانتظام، حتتك زحمه في القلب، ده
مكان انت ممكن توصل فيه منتخب مصر. قال لي قلت له بس اسمع كلام الراجل وشوف انت هتوصل. فعلا ما فيش سنه لقينا في منتخب مصر، لانه كان مميز بدنيا جدا وكان من احسن، روحه عاليه قوي، روحه عاليه من احسن الظهراء. وبعدين راجل على الفطره وطيب وسليم، مخلص. سليم الطويه جدا يعني. قوي يعني. طبعا سليم الطويه كده يعني، صعيدي جدع يعني. الحقيقه من الناس فعلا المخلصه جدا، حتى في طوال مسيره عمله في النادي كمدرب في قطاع الناشئين ومسؤول على القطاع، عمل تجربه طويله لسنوات، طلع تحت ايده عدد كبير من اللعيبه، كل نجوم الثمانينات والتسعينات تقريبا مروا على الكابتن احمد عبد الباقي، ودلوقتي واحد من المسؤولين عن اكاديميه الاهلي في مدينه نصر، ايضا بيواصل عطائه الكبير للنادي الاهلي. احمد عبد الباقي الجندي المعلوم شأنه كل لعيبه جيل السبعينات الحياه، الجيل ده يا باشمهندس ساهم كتير في تنميه شعبيه الاهلي. شوف طبعا ولو حصل الاحتراف اللي احنا فيه كان ممكن يروح لابعد من كده بكتير. معظم عناصره لانه كانوا لعيبه تقيله جدا. ده مش بس في الاهلي، ما فيش نادي ما كانش قوي. ايوه في السبعينات كانت مواهب عاليه قوي طبعا، والستينات وسبعينات يعني، يعني مواهب عاليه في رغم ان اللي يدهشك انه كله كان جاي بعد توقف للنشاط الرياضي من 67 ل 72 او 73. ايوه لكن كان في مواهب متفكره، وكان في يعني طيور مهاجره رجعت زي كابتن حسن شحاته وزي محسن صالح وزي، وفي صاعدين جامدين جدا كابتن زيزو وكابتن الخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس وكباتن يعني وطاهر الشيخ لا كان في اجيال قويه جدا جدا يا استاذ ابراهيم. لكن اللي كان بيميز الجيل بتاع السبعينات انه كان جاي بعد توقف وعمل انجازات هائله جدا، ويعني استطاع ان يسترد بطولات الدوري بما يشبه الاحتكار ايضا. دي كانت لمحه من مسيره لاعب رائع جدا في تاريخ النادي الاهلي نصر الصعيد الكابتن احمد عبد الباقي، اللي بنقول له ربنا يديك الصحه ويوفقك دايما وابدا لتواصل عطائك الكبير للنادي الاهلي شان كل ابناء النادي الاهلي المخلصين.